وسط حالة من الدهشة، أجرت مؤخرا وزيرة الصحة المصرية دكتورة هالة زايد زيارة إلى الصين في ظل تفشي فيروس كورونا هناك. اليوم عادت الوزيرة للقاهرة وأظهرت صور خضوع الوزيرة لإجراءات الكشف الصحي عليها من قبل فريق الحج الصحي بمطار القاهرة، وأيضا تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على الوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية. الصور أظهرت أيضا الكشف على الوزيرة داخل المطار، وكذلك سحب عينات منها والوفد المرافق لها لإرسالها إلى المخابر المركزية. وأكدت وزارة الصحة المصرية أنه سيتم متابعة الوزيرة والوفد المرافق لها لمدة 14 يوما، وهي فترة حضانة الفيروس. ينضم إلينا الآن من القاهرة الصحفي المتخصص في الشؤون الصحية إبراهيم الطيب. سيد إبراهيم، أهلا بك معنا. كيف تابعت ربما كل المعلومات المتوفرة بهذه الزيارة التي قامت بها وزيرة الصحة المصرية للصين في هذا التوقيت الحساس؟ مساء الخير. بالفعل اليوم 5 مارس هو يوم فيه يحدث العديد من التطورات فيما يتعلق بحالة كورونا والمصابين بفيروس كورونا. البداية كانت في صباح ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث عادت إلى القاهرة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بعد زيارة قاربت الأسبوع. خضعت خلالها الوزيرة بعد فترة العودة كما لاحظتم في الصور التي تم إرسالها من وزارة الصحة المصرية لعدد من الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي، وأضيف إلى ذلك أن الوزيرة ستظل تحت فترة المتابعة لمدة 14 يوما. خلال هذه الفترة حالة ظهور أي أمر طارئ أو أي تطورات سيتم إخضاع الوزيرة للحجر الصحي كما هو الحال فيما يتعامل مع الحالات القادمة من الدول الموبوءة بالفيروس. هذه ناحية. الناحية الأخرى كوية الحدث الأكثر تطور هو الإعلان وزارة الصحة المصرية اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف 12 حالة جديدة مصابة بفيروس الكورونا. الجديد في هذا الأمر كما تابعتم أن هذه الحالة كانت البداية كانت في 28 من فبراير الماضي، عندما أصيبت سيدة تايوانية عمرها 60 عاما من أصل أمريكي، وأعلنت بلادها أنها مصابة بالفيروس. خاطبت تايوان وزارة الصحة المصرية في الأول من مارس بأن هذه السيدة كانت متواجدة في مصر خلال هذه الفترة. في الثاني من مارس أيضا أخبرت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية بأنه تم اكتشاف حالتي إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذان الحالتان كانتا متواجدتان في مصر خلال هذه الفترة، وكانت أيضا على نفس الرحلة النيلية التي كانت متواجدة بها السيدة التايوانية. خلال هذه الفترة قامت وزارة الصحة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بتشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي توجه على الفور إلى مقر هذه البخيرة النيلية التي كانت متحركة من أسوان إلى الأقصر، وكان على متنها من المصريين قرابة 60 فطر، وبالإضافة إلى عدد من مختلف الجنسيات الأخرى. قام فريق الطب الوقائي ومعه أيضا ممثلي ومنظمة الصحة العالمية بأخذ عينات عشوائية من جميع المتواجدين على متن هذه الباخرة، ولكن لم يكن تبدو الإصابة على أي منهما سوى طفل فرنسي تم أخذ عينة منه وإرسالها إلى المعامل المركزية، ولكن أثبتت النتائج أنها ليست كورونا وإنما هي إصابة بالإنفلونزا الموسمية. قام الفريق أيضا بأخذ عينات عشوائية كما ذكرت لحضراتكم من المصريين ومن غير المصريين وكل من كان له صلة بهذه الباخرة النيلية وإرسالها إلى المعامل المركزية. وكانت المفاجأة اليوم أنه في نهاية فترة الحضانة للمرض اليوم 14 ثبت إصابة 12 من المصريين الذين كانوا على متن هذه الباخرة النيلية، وعلى الفور أعلنت وزارة الصحة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية كما هو المتبع عند اكتشاف أي حالات جديدة أن يتم إعلانها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات، ولعل أبرزها هو التعامل مع الحالات المصابة وتجهيز سيارات إسعاف ذاتية ومخصصة لهذا الشأن، ونقل جميع المصابين الـ 12 إلى مستشفى الحجر الصحي في محافظة مطروح. شكرا لك سيد إبراهيم الطيب الصحفي المتخصص في الشؤون الصحية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.